بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم وسائر أوقاتكم بالخير. هذا هو صباح الشروق معكم على الهواء مباشرة من الآن 9 وحتى 11 إن شاء الله، ساعتين من الزمان إن شاء الله، وعدد من الفقرات المميزة في انتظار حضراتكم، وعدد أيضا من الضيوف الأعزاء اللي حنناقش معهم محاور مختلفة ومواضيع مهمة ومتنوعة. أهلا بكم، وسعيد جدا في صباح الشروق أنه نكون لأول مرة أنا ومحمد فتح الرحمن في هذه الثنائية. نتمنى أن تتحقق من خلال مدعاة الفائدة والمشاهدة. أهلا بك محمد، صباح الخير. صباح الورد، صباح النور، وأنا سعد كمان. صباح الخير على كل السادة المشاهدين الكرام في كل مكان عبر صباح الشروق. نحييكم بمجموعة من الفقرات المتميزة، إن شاء الله تنال رضاكم واستحسانكم. إن شاء الله صباح أخضر وجميل، ونرسل التحية والأشواق لكل الأهل والأحباب داخل وخارج السودان، ومنيات السلام والعافية للأهل والأحباب المتضررين بالسيول والفيضانات. مشوار الصباح لحن البداية البت الحديقة مصطفى سيد أحمد، ومشاركة الأداء عمر خليل. نتابعه من ثم نتواصل. فارده انسان في طريقه شايله الوان، حتى جلبت الحديقه بحدث بريقة ضجة الطوف المكان، حتى جل من بدري جات من ظلامات السكان، حتى جل بحدث بريقة ضجة الطوف المكان، حتى جل من بدري جات ظلامات السكان، شايلة قمرين في عيونه، فاتحة ليلين في جفونه، شايلة قمرين في عيونه، فاتحة ليلين في جفونه، طاوية سحاب انتمت لفجر فات، تنتمي لعصور جديدة، حتى جلبت الحديقة، حتى جلبت الحديقة. حتى جلبت البريدة ضحكة منتصرة وعنيدة، أملة مزدهرة وجديدة، ناكشة في الزول ورميان، حتى جلبت البريدة ضحكة منتصرة وعنيدة، أملة مزدهرة وجديدة، ناكشة في الظلونيات، حتى جل من بدري جات ناسفة أزمان الثبات، حتى جل من بدري جات ناسفة أزمان الثبات، وصفة للناس الطريقة
للعصافير اتجاه واصفى للناس الطريق للعصافير اتجاه حتى جلبت للحديقة حتى جلبت للحديقة حتى جلبت للحديقة حتى جلبت للحديقة فأردى أنسام في طريقه شايلة ألوان حتى جلبت للحديقة حتى جلبت الحديقة